السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح المحور الأول، أو Who am I؟ من أكون؟ شابتر 4 أو الفصل الرابع، Our Community، مجتمعنا. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 57. وقبل ما نبتدي في الشرح، اتمنى انك تكون شاركت الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد، وكلنا نستفيد مع بعض اول باول. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكوفر واكتب ورايا وذاكر منه وما تعطلش نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين قدامنا دي page 58، community helpers. community يعني مجتمع زي ما احنا عرفنا، helpers يعني داعمين، يعني مساعدين، يعني الناس اللي بتساعد المجتمع ان هو يكون كويس ويكون افضل. وقبل ما نبتدي في الشرح عايزين نتفق على معلومة يا اصحابي لازم نبقى عارفينها كويس. في نوعين من الوظائف في اي community في الدنيا او في اي مجتمع في الدنيا. في حاجة اسمها الindustrial jobs او الوظائف الصناعية، وفي حاجة اسمها الـ not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية. وايه الفرق بينهم؟ الـ industrial jobs الوظائف الصناعية هي اللي الناس بتشتغل فيها وبتنتج منتج انت تقدر تمسكه في ايدك، زي اللي بيصنع حاجة، زي اللي بيصنع سيارة، بيصنع منتج، بيصنع غذاء انت بتأكله، بيصنع ملبس انت بتلبسه. ده اسمه الـ industrial jobs او الوظائف الصناعية. الـ not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية هي الناس اللي بتعمل خدمة، خدمة كبيرة او خدمة صغيرة، زي مثلا teachers المدرسين، زي حالتنا مثلا بنعمل خدمة بنعلم اولادنا علشان يبقوا احسن ويبقوا افضل، زي doctors الاطباء اللي هم بيعالجوا patients او المرضى علشان خاطر يساعدوهم، زي البوليس officers زي ضباط الشرطة اللي هم بيساعدوا الناس علشان يبقوا safe and peaceful، يعيشوا في أمن وأمان وفي سلام. كمان في وظائف industrial أو industrial jobs يعني وظائف صناعية، وفي وظائف not industrial jobs يعني وظائف غير صناعية يعني خدمية. والindustrial jobs بتنتج product يعني منتج، والnot industrial jobs بتنتج service يعني خدمة. فاحنا لازم نبقى عارفين الفرق بينهم قبل ما نبتدي في الشرح. زي ما احنا شايفين community helpers يعني داعمين او مساعدين الcommunity او المجتمع، helpers يعني داعم او مساعد. والdirections بتاعت البيج دي match، وصل the community helper مساعد او داعم المجتمع with the place بالمكان، place يعني مكان، where he or she would work المكان اللي هو he or she او هي would work بيكون شغال فيه. اول حاجة هنبتدي بيها الـ not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية اللي هي زي ما قلنا بتنتج services او خدمات. الـ not industrial jobs زي الـ teachers، زي الـ firefighters، زي الـ police officers and doctors، زي الـ teachers، زي الـ firefighters أو الرجال الإطفاء، زي الـ police officers يعني رجال الشرطة أو ضباط الشرطة، and doctors والأطباء طبعا. كل دول بيعملوا إيه؟ كل دول بيهلب الـ people، بيهلب الناس every day كل يوم، even if they do not know the people they are helping حتى لو هم مش عارفين الناس دول بيساعدوهم. يعني لو انت رحت للطبيب وهو ما يعرفكش هيعالجك وهيكتب لك الدواء ولا لا؟ اكيد هيساعدك. لو حد مثلا لا قدر الله في عنده حريق او حاجه، الفاير فايترز او رجال الاطفاء لو هم ما يعرفوش هيساعدوه؟ اكيد هيساعدوه، يعرفوه او ما يعرفوهوش. فهنا احنا بنعرف ان التيتشرز والفايرفايترز والبوليس اوفيسرز and doctors help people every day even if they do not know the people they are helping حتى لو هم مش عارفين الناس بيساعدوهم. They help our community learn, stay healthy
and stay safe. بيساعدوا مجتمعنا ان هو يبقى متعلم. Stay healthy يبقى صحي و and stay safe ويكون في امان. يبقى they help our community هم بيساعدوا مجتمعنا. Learn ان هو يتعلم. Stay healthy ان هو يفضل بصحة جيدة. And stay safe ويفضل في امان. There are places in our community where we can go to find helpers. في اماكن في مجتمعنا لو احتاجنا ان احنا نوصل لأي حد من الهيلبرز دول. There are places in our community where we can go to find helpers. مرة تانية يعني في اماكن احنا ممكن نروحها علشان نلاقي الهيلبرز دول او الناس الداعمين او المساعدين دول. These are the places where the community helpers do their jobs. دي الاماكن اللي هم بيشتغلوا فيها اللي هم بيعملوا فيها وظائفهم. والكلمات المهمة اللي عايزكم تعرفوها هنا انا كاتبها لكم هي ال teachers وال firefighters وال police officers وال doctors. لازم نبقى عارفين اسماء المهن دي او الجوبس دي علشان خاطر لما يسألك هي دي industrial ولا not industrial تبقى عارف ان دول not industrial يعني دول وظائف غير صناعية بينتجوا services بيأدوا خدمة بيعملوا services أو خدمات المجتمع محتاجها. فهنا زي ما احنا شايفين في الصور اللي موجودة قدامنا أو في البيكيتشرز اللي موجودة قدامنا هنا في teacher مدرس بيعلم الطلبة. في هنا firefighter رجل إطفاء بيطفئ الحريق. في هنا police officer في ضابط شرطة بيأدي شغله. وفي هنا doctor أو طبيبة بتساعد بتوقفة وبتساعد المرضى. كل وظيفة من دول ليها المكان اللي بتشتغل فيه. وفي الجانب التاني في هنا صورة hospital يعني مستشفى. fire station يعني محطة اطفاء المطافي يعني. school يعني مدرسة. والpolice station او قسم الشرطة. فاول حاجة teachers او teacher ده بيشتغل فين؟ في الهوسبيتال ولا في الفاير ستيشن ولا في السكول ولا في البوليس ستيشن؟ شاطرين التيتشر بيشتغل في السكول يبقى الماتشنج هيكون بين الصورة الاولانية بتاعت التيتشر والصورة التالتة الخاصة بالسكول. ونوصل للصورة التانية بتاعت الفاير فايتر او رجل الاطفاء. رجل الاطفاء بيشتغل في الهوسبيتال في المستشفى ولا في الفاير ستيشن في محطة الإطفاء ولا في السكول في المدرسة ولا في البوليس ستيشن في قسم الشرطة. شاطرين الفاير فايتر أو رجل الإطفاء بيشتغل في الفاير ستيشن في محطة الإطفاء. تالت صورة وهي صورة البوليس أوفيسر أو ضابط الشرطة. وضابط الشرطة بيشتغل في الهوسبيتال في المستشفى ولا في الفاير ستيشن في محطة الإطفاء ولا في السكول في المدرسة ولا في البوليس ستيشن في قسم الشرطة. شاطرين البوليس أوفيسر بيشتغل في البوليس ستيشن أو في قسم الشرطة. وآخر صورة خاصة بالدكتور. وهنا الدكتور بيشتغل في الهوسبيتال ولا في الفاير ستيشن ولا في السكول ولا في البوليس ستيشن. شاطرين الدكتور بيشتغل في الهوسبيتال او في المستشفى. وبكده نكون عرفنا الجوبس او الوظائف والبليسز الخاصة بيها او الاماكن الخاصة بيها. وزي ما احنا تعرفنا في اول الشرح على الاندستريال جوبس او الوظائف الصناعية والنوت اندستريال جوبس او الوظائف الغير صناعية الخدمية اللي بتأدي خدمات. واحنا بدأنا بالتعرف على الـ not industrial jobs او الوظائف الغير صناعية الخدمية وكل واحدة فيهم المكان الخاص بها فين. والكلمات الجديدة هنا زي ما قلنا match يعني وصل. the community helper داعم المجتمع مساعد المجتمع. with the place بالمكان where he or she where يعني اين he or she هو او هي would work يمكن أن يعمل.
وزي ما احنا عرفنا الكلمات التانية اللي احنا خدناها في البيج دي اللي هي التيتشرز المدرسين والفايرفايترز رجال الإطفاء والبوليس أوفيسرز ضباط الشرطة والدكتورز أو الأطباء. ونتميل للبيج اللي بعد كده وهي بيج 59. وعنوانها كالآتي: worker tools. worker tools يعني أدوات العمال، أدوات الناس اللي بتشتغل. فإحنا خدنا في البيج اللي فاتت النوت industrial jobs أو الوظائف الغير صناعية، ودلوقتي إحنا هنتنقل للindustrial jobs أو الوظائف الصناعية، الوظائف اللي أصحابها بينتجوا حاجة إحنا ممكن نلمسها أو نمسكها في إيدنا أو نستخدمها بنفسنا، زي مثلا المنتجات المختلفة. فإحنا هنا هنتكلم على الناس الخاصة بالبناء اللي بتبني لنا البيوت والشوارع والعمائر والطرقات والمتنزهات، الحاجات دي كلها في ناس بتشتغل فيها وبتبنيها لنا، وهم الconstruction workers أو عمال البناء، والelectricians الكهربائيين، الناس اللي بتشتغل في مجال توصيل الكهرباء وإنتاج الكهرباء، والستيل وركرز أو عمال الصلب وصناعة الصلب. فأول حاجة هنتكلم عنها الكونستراكشن وركرز، العمال الخاصين بالبناء، والعامل البناء بيساعد في بناء المنازل والبنايات والطرق الجديدة، حتى هو بيصلح الأماكن أو المباني اللي تهدمت ومحتاجة لأي إصلاح. فهو بيعمل إيه؟ أول حاجة هو بيبيلد الهومز، بيبني البيوت، تمام. تاني حاجة بيبني البيلدينجز، المباني. تالت حاجة هو بيبيلد الرودز أو الطرقات والطرق، وكمان بيفكس الأماكن دي، فهو بيعمل الفكسس أو الإصلاحات. ده بالنسبة للكونستراكشن وركر أو عامل البناء. بالنسبة للإلكتريشن أو عامل الكهرباء، بيساعد فن الكهرباء في توصيل الكهرباء وإضاءة المباني والمدارس والمنازل، بيساعد في إضاءة الطرق حتى المتنزهات اللي احنا بنتروح نتفسح فيها، لازم يكون في كهربائي أو في فني كهرباء هو اللي وصلها الكهرباء دي. فهو بيعمل ايه؟ بيبرينج، بيوصل أو بيحضر باور أند لايتس، الكهرباء والطاقة. لإيه؟ للبيلدينجز، للمباني، للسكولز، للمدارس، للهومز، للبيوت. and help us، وبيساعدنا have lights on our roads، ان احنا يبقى عندنا نور في طرقاتنا، and in our parks، وفي متنزهات بتاعتنا. تالت حد لازم نتكلم عنه ونبقى عارفينه هو الستيل وركر او عامل الحدادة، الشخص اللي بيعمل اعمال الحدادة وبيتعامل مع المعادن، وهو بيقوم بصنع الدعامات الفولاذية العملاقة وتركيبها للبنايات والطرق، الصبات الخرسانية الكبيرة والدعامات الكبيرة والحاجات دي، هو اللي بيعملها الستيل وركر او عامل البناء. والثلاث كلمات دول لازم نكون عارفينهم كويس، اللي هما الconstruction worker والelectrician، والsteel worker يعني عامل البناء، electrician يعني عامل الكهرباء، steel worker يعني عامل الحدادة او عامل الصلب. وعامل الحدادة بيقوم make and installs giant steel beams، make يعني بيصنع، and installs وبيركب giant steel beams، الدعامات العملاقة المعدنية اللي احنا محتاجينها في بيوتنا وفي بناياتنا وفي الطرق بتاعتنا. والدايركشنز بتاعت البيج دي زي ما احنا شايفين: match، match يعني وصل، match يعني وصل the worker with the tool used to do the job، يعني وصل الworker العامل with the tool بالأداة used المستخدمة لأداء الوظيفة الخاصة به. وهنا عندنا farmer يعني مزارع، وعندنا engineer والناس اللي بتشتغل في البناء، وعندنا teacher أو مدرس، وعندنا firefighter أو
رجل إطفاء أو مطافي، وعندنا هنا البوتري وركر أو عامل الفخار. بوتري يعني فخار، وركر يعني عامل. كل واحد منهم بيستخدم تول من التولز دي، طفاية الحريق والجهاز اللي بيعمل عليه الفخار والخوذة بتاعت الحماية والفأس اللي بيزرع بيها والأقلام والمسطرة. فهنا الفارمر أو المزارع بيستخدم أنهي أداة من الأدوات دي؟ شاطرين بيستخدم الفأس، بيستخدم الفأس اللي هو الخاص بزراعة الأرض. الإنجينير المهندس بيستخدم أنهي أداة من الأدوات دي؟ الإنجينير بيستخدم الخوذة بتاعة الحماية اللي هو بيلبسها في أماكن البناء أو في البيلدينج سايتس اللي خاصة بالشغل بتاعه. التيتشر بيستخدم أنهي أداة من الأدوات دي؟ شاطرين التيتشر بيستخدم البنسلز والرولر والسيزر والأدوات المكتبية علشان يعلم بيها الطلبة بتاعته. الفاير فايتر أو رجل الإطفاء بيستخدم أنهي أداة من الأدوات دي؟ شاطرين الفاير فايتر بيستخدم أدوات إطفاء الحريق زي طفاية الحريق دي علشان يطفي بيها أي حرائق والعياذ بالله. وآخر حاجة العامل الفخار أو الباتري ووركر بيستخدم أنهي أداة من الأدوات دي؟ طبعا بيستخدم الجهاز اللي بيحط عليه الباتري بتاعه أو الفخار بتاعه علشان يعمل بيه الأواني الفخارية. نقل الجزء التاني في البيج هنا، وهو in the box next to the doctor، في الصندوق الموجود بجوار صورة الطبيبة. draw ارسم an important tool، أداة مهمة. that he or she اللي هو أو هي uses every day، بيستخدمها كل يوم، بيستخدمها كل يوم. طبعا هنا الطبيب بيستخدم أدوات كتير كل يوم. انت ممكن ترسم أي صورة من الصور الخاصة بيها، بس أنا جبت لكم هنا صورة سماعة الطبيب أو الستيثوسكوب. ستيثوسكوب يعني سماعة الطبيب. مش مطلوب منكم ان انتوا تحفظوا الكلمة دي، بس لو هترسموها لازم تبقوا عارفين اسمها، فهي اسمها ستيثوسكوب أو سماعة الطبيب. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. ونوصل لبيج 61 أو صفحة 61، وعنوانها important jobs أو وظائف مهمة. important يعني مهم، وjobs يعني وظائف، المفرد بتاعها job زي ما احنا قلنا. وقبل ما نشرح آخر جزء أحب أفكرك وأقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. وdirections بتاعتها زي ما احنا شايفين: cut these boxes، اقطع هذه الصناديق. out on the dotted lines، dotted lines يعني الخطوط المنقطة، dotted lines الخطوط المنقطة. وزي ما احنا شايفين عندنا مجموعة من الصور، اول صورة خاصة بالتيتشر، تاني صورة خاصة بالفايرفايتر، تالت صورة خاصة بالدكتور، رابع صورة خاصة بالباتري وركر، خامس صورة خاصة بالفارمر، سادس صورة خاصة بالكاربنتر أو النجار، سابع صورة خاصة بالإنجينير أو المهندس، تامن صورة خاصة بالبيكري أو الخباز. يبقى عندنا تيتشر، عندنا فاير فايتر، عندنا دكتور، عندنا باتري وركر، عندنا فارمر، عندنا كاربنتر، عندنا إنجينير، عندنا بيكري. كل وظيفة من دول يا إما هتتصنف على إنها إندستريال يعني صناعية، يعني بتنتج حاجة بنستخدمها، أو not industrial يعني غير صناعي، يعني بيعمل خدمة إحنا محتاجينها في حياتنا. فإحنا هنقص الصور دي ونخليها معانا علشان هنروح هنستخدمها في البيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 63 أو صفحة 63، وعنوانها industrial jobs يعني وظائف صناعية، واحنا عرفناها في أول الشرح بتاع الدرس النهاردة. والdirections بتاعت البيج دي: glue يعني الزق or tab each job، الزق أو بالصمغ أو باللزق، each job يعني كل وظيفة، in the correct column، correct column يعني العمود الصحيح، column يعني عمود، correct يعني صحيح. وعندنا هنا two columns أو عمودين، أول واحد industrial
تاني واحد not industrial. فالindustrial jobs زي ما احنا عرفناها هي كانت موجودة قدامنا في البيج اللي فاتت واحنا قصيناها، المفروض هنلزقها هنا. فهي كانت ايه هي الindustrial jobs؟ نقولها مع بعض. اول حاجة كانت ال pottery worker او عامل الفخار، تاني حاجة كانت الفارمر المزارع الفلاح اللي بيزرع لنا المحاصيل اللي احنا بناكلها سواء كان خضار او فاكهة، تالت حاجة الكاربنتر او النجار اللي بيصنع لنا كل حاجة بنستخدمها من الخشب سواء كانت اساس او غيره، رابع حاجة الانجينير او المهندس اللي بيبني لنا البيوت والبيلدينجز اللي احنا عايشين فيها، وخامس حاجة البيكري او الخباز اللي بيعمل لنا الخبز اللي احنا بنأكله. فدي كانت الاندستريال جوبز او الوظائف الصناعية اللي موجودة في الصور. نروح للنوت اندستريال جوبز او الوظائف الغير صناعية اللي بيعملوا خدمات احنا محتاجينها in our community في مجتمعنا علشان نعيش. اول حاجة اللي هو التيتشر، التيتشر اللي هو المعلم اللي هو بيهلب us to learn، بيساعدنا ان احنا نتعلم. تاني شخص اللي هو الفاير فايتر، الفاير فايتر او رجل الاطفاء اللي هو بيساعدنا ان احنا نعيش في امان، بيبقى وبيطفلنا الحرايق فهو بي puts out the fires اللي هو بيطفئ الحرائق. puts out يعني بيطفئ الحرائق، puts out يعني put out يعني يطفئ، ده expression على بعض. puts out the fires يعني بيطفئ الحرائق. تالت حاجة او تالت وظيفة هي الدكتور، الدكتور او الطبيب اللي هو بيساعدنا stay healthy ان احنا نبقى افضل، نبقى بصحة احسن، نظل بصحتنا. يبقى التيتشر اللي هو help us to learn بيساعدنا في التعلم، الفايرفايتر put out the fires بيطفئ الحرائق وبيخلينا نعيش في امان، والدكتور اللي هو help us stay healthy ان هو بيساعدنا ان احنا نعيش بصحة جيدة. وبكده نكون انهينا البيج دي، وجلو يعني سم، وتاب يعني الشريط اللاصق، وايتش يعني كل، جاب يعني وظيفة، in the correct column يعني في العمود الصحيح. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.